حملة طوبى للشام. الله معكم ولن يخذلكم. حارسة الشام، أستاذ وشاعر وناشط، خرج مع أصدقائه في بداية الثورة السورية، فأصابته رصاصة من النوع المحرم دوليا. جئت إلى هذه القلعة برفقة أبنائي محمد وصلاح الدين، لقد أسميته صلاح الدين حتى يعرف من هو صلاح الدين الأيوبي ومدى عظمة هذا القائد العظيم الذي لم يكن يبتسم حتى يعيد بيت المقدس. اسمي يسار عوير، من حوران، من مدينة داعل أم الشهداء. خرجت مع عدد من رفاقي لنفك الحصار عن الجامع العمري في درعا، وجمعنا أنفسنا من القرى المحيطة بدرعا. فلما أصبحنا على المدخل الشمالي لمدينة درعا، قامت قوات الجيش والأمن بإزاحة هذا الساتر على المدخل، إهاما لنا بأن المظاهرات السلمية مسموحة في سوريا. ولكننا عندما أصبحنا في وسط المدينة، فتحوا علينا نيران رشاشاتهم من كل الاتجاهات. طبعا كانت إصابتي هي إصابة بطلقة قناص من النوع المتفجر المحرم دوليا، أدت إلى تفتت في عنق الفخذ. أنا دائما كنت أقول أن الآن المعادن في ساقي هي أكثر من العظام، إنها رصاصة محرمة دوليا حتى على الجبهات. عندما رأيت ورأى الأطباء حجم إصابتي، لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن أمشي من جديد، ولكن سبحان الله الذي يحيي العظام وهي رميم. سوريا يا أم الأحرار، يا ميلاد الحرية، عترابك يسقط بشار ويسقط حزب البعثية. لو بدك تقتل آلاف بالشلكة والروسية، ولو صرت معمر قذاف، لك بدنا نطهر سورية. درعا يا أم الأحرار يا ميلاد. هذه القلعة بنيت من قبل القائد عز الدين أسامة بأمر من السلطان الناصري صلاح الدين. هذه القلعة تسمى قلعة الربض لأنها تربض على جبال عجلون. كانت تسمى حارسة الشام لأنها تحرس حمى بلاد الشام. إنها تطل على مدينة القدس إطلالة جميلة. إن هذه القلعة العظيمة لا تبعد عن بيت المقدس إلا 70 كيلومترا. هذه القلعة التي نرى فيها كل ما يمت إلى الأمة العربية من كبرياء وشموخ. في زمن صلاح الدين هذه هي القذائف التي كانت تطلق على الأعداء. لم يكن هنالك أسلحة دمار شامل، كانت همم الرجال بشموخ الجبال شقوا طريقهم للوصول إلى ما يريدون. حي النشام الصيد في درع البلد، أرضي ورمز كرامتي حتى الأبد. يا ثورة الأحرار فيها زلزلت عرش الطغاة وحطمت آل الأسد. هبت قرى حوران لما استنجد العمري يتلو قل هو الله أحد. سنظل نهتف عاليا حتى نرى في جيده يلتف حبل من مسد. حملة طوبى للشام. الله معكم ولن يخذلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. يا أهل شام لكم طوبى تحف بكم، ملائك الله تلقي النصر ريحانا،
وقد تكفل بالحفظ المقيم لكم رب البرية رب دام رحمانا.